نعم، عودة إليكم مجددا أشرف وكاتو، صحتين وعافية. نعم أشرف، يعني الآن أنا متواجد في تربية لواء قصبة المفرق للحديث عن حصول الطالب تيسير عليان تيسير الخرابشة على المركز الأول في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة في مجال الرياضيات، وهو طالب من مدارس الجود الإبداع والتميز الدولي. الحديث أكثر معنا الطالب الفائز في المركز الأول على مستوى المملكة. يسعد صباحك ويعطيكم العافية. يسعد صباح المواطنين، جميع المواطنين في المملكة. وطبعا أشكر التلفزيون الأردني على دعمه المواهب الشابة في المملكة، وأشكر مديرية التربية والتعليم لتوفير الموقع الزمن المناسب لهذا التصوير. اخترعت معادلة الجذور التربيعية غير مكتملة، عامة، نظرية عامة، و11 معادلة أخرى، وحللت فرضية ريمان والتي تعتبر أحدى مسائل الألفية التي يعطي عليها معهد كلاي جائزة $1,000,000. ولكن الآن لن أقوم سوى بشرح معادلة الجذور التربيعية حفظا على حقوقي. نعم، هل هنالك مثلا مسائل رياضية أخرى؟ علمنا أنك تحضر الآن لأكثر من مسائل رياضية، تحدثنا عن أبرز هاي المسائل الرياضية، وسنتحدث إن شاء الله في الميدان، بتحدثنا عن المسألة الرياضية الجذور التربيعية اللي تحدثت عنها. أولا، فرضية ريمان موجودة منذ أكثر من 160 سنة، لم يستطع أي عالم حلها إلى الآن، والأعداد الأولية لم يتم تحديد نمطها وقمت بتحديده. مثلث سيربينسكي صار له أكثر من 61 سنة ما حدا قدر يحله وحليته، والكثير من المعادلات الأخرى. وعملت حدسية هي مجموعة من الكثيرات الحدود مضروب وتساوي المضروب زائد متسلسلات. في حدا ساعدك يعني من المشرفين المتخصصين في مجال الرياضيات؟ ساعدتني مشرفتان، هي مس سهيلة ومشروقي ومس ورود نصار، مع مشرفة مديرية الرمثة اسمها مس إخلاص المومني، حائز على براءة اختراع. خلنا نتحدث عليان الآن على أرض الواقع، ترسم لنا المعادلة الجذور التربيعية اللي حصلت عليها الجا، تفضل. تمام. محصور جذر 60 بين عددين اللي هو 8 و7، اللي يعني 64 و49. هسه عندنا العدد الأكبر هو 8 تربيع ناقص ما تحت الجذر تربيع اللي هو 60 تربيع، الكل على 2 ضرب 10 السالب 1. السالب 1 لما يكون عندنا عدد 1 تحت الجذر، نأخذ السالب 1 عددين، السالب 1 3 أعداد 4 أعداد، السالب 2 كل عددين تحت الجذر نضيف السالب 1 على المعادلة، الكل ناقص العدد الأكبر. طبعا دائما الناتج تكون موجبة، نحط مطلق أو عادي إذا ما حطينا، اللي هو العدد الأكبر هو نفسه 8. هسا جذر 60 يساوي 64 ناقص 60 على 2 ضرب 10 السالب 1، الكل ناقص 8 طبعا مطلق. جذر 60 يساوي 4 × 2 = 2 في 10 السالب 1 2 بالعشرة ناقص 8، الكل مطلق. جذر 60 يساوي 7.8 طبعا تقريبي، لأنه فيش أي جذر تربيعي غير صحيح يكون كامل، وهكذا هاي المعادلة. الله يعطيك العافية عليان، يعني هذا إنجاز وإبداع يسجل، وأنتم أيضا سفراء الأردن في الخارج، وأيضا سنتحدث مع المعنيين في تربية المفرق الآن للحديث أكثر عن دعم هذه الطاقات الإبداعية. مزيد من التقدم والنجاح عليان تيسير الخرابشة، شكرا لكم. أشكركم طبعا، وأكثر أشكر الأشخاص كثير ساعدوني، حتى الأشخاص اللي ما كانوا يساعدوني كانوا يعني دافع لإلي أنه أكون شخص قوي بهذا العمل. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ننتقل الآن إلى الأستاذ يونس الخطايبة، المدير الشؤون الفنية والتعليمية في تربية لواء قصبة المفرق. أستاذ يونس، تحدثنا، احنا شاهدنا على أرض الواقع هذه الطاقات الإبداعية، الطاقات الشبابية في محافظة المفرق، كيف تقوم وزارة التربية بدعم هؤلاء الشباب؟ بداية أشكر التلفزيون الأردني وأسرة يوم جديد على هذا اللقاء، وأتاحوا إن الفرصة للحديث عن الطلبة الموهوبين والمتميزين في المديريات.
قصبة المفرق كباقي مديريات المملكة من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب تهتم وتعتني بالطلبة المهوبين. بالنسبة للطالب عليان حقيقة يعني جاءنا للمديرية يطلب المساعدة من أجل تحقيق الهدف اللي بده يوصل إليه، فكان مننا توجيه له لقسم الإشراف لأنه قسم الإشراف هم متخصصين بهذا الموضوع، فكان للزميلة ولود نصار والزميلة سهيل الشريقي الدور الفعال بتوجيه هذا الطالب وإعطاءه الفكرة وتجميع أفكاره ومن ثم بإرساله للمشاركة في مسابقة آيسف اللي هي International Science and Engineering Fair. هذا الطالب شارك وحاز على المرتبة الأولى على المستوى المملكة وتم ترشيحه للمشاركة خارج البلد اللي هي في أمريكا. إذن تم ترشيحه الآن اللي هو جاهز الآن للسفر في المسابقة على المستوى العالم. نعم، لكن بتعرف بسبب ظروف جائحة كورونا توقفت السفر الآن، لكنه هو ما زال على الويتنج ليست يعني مشان السفر. الوزارة التربية والتعليم بتوجيهات من معالي الوزير بتوجيهات من مدير التربية الدكتور سامي المحسيس أكد وأصر على تقديم كل الدعم والمساعدة لهؤلاء الطلبة المتميزين، لأن هؤلاء الطلبة هم سفراءنا في الخارج، هم اللي راح ينشروا اسم الأردن خارج الوطن، ويعني أمرونا ب بذل كل الجهود الممكنة، تذليل كل الصعوبات ولتحقيق أحلام الأردن. وإحنا بنعرف إحنا استثمارنا بالموارد البشرية، استثمارنا بالطلبة لتحقيق أهدافنا ونشر الأردن عالميا. الله يعطيكم العافية، وهذا مفخرة للأردن في الخارج وأيضا مفخرة لدعم طاقاتنا الشبابية والطلابية وخاصة في محافظة المفرق. شكرا لمعطفتك. شكرا لكم على اللقاء، وإن شاء الله لنا لقاء ثانية بتحقيق جوائز أكثر من هيك إن شاء الله. شكرا لكم. نعم، كما شاهدنا على أرض الواقع هذه الإبداعات المتميزة وهذا الإنجاز الكبير من قبل الطالب عليان الخرابشة، وأيضا دور وزارة التربية والتعليم ومتابعة مستمرة لهؤلاء المبدعين لتحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات. نشكر أيضا كافة كوادر مديرية التربية وأيضا القسم الإعلام في المديرية لتسهيل هذه المهمة والقيام بفريق عمل برنامج يوم جديد في هذا الصباح، وسنكون بعد قليل إن شاء الله في فقرة أخرى عن إبداعات وقصص نجاح أخرى. عودة إلى الزملاء أشرف وكاتي في الاستديو.